السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم اصحابي حبايبي عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير. جيبة او سكرت جميلة جدا جدا وحلوة قوي، هشرحها ازاي تعمليها لكل الاعمار. الجيبة دي التصميم ده تصميمي انا، والالوان يعني من A to Z، تصميم والوان واختيار غرز وتوافق غرز مع بعضها، دي تصميمي انا، عاملاها بتقنية الاسطر القصيرة. وطبعا مش الاسطر القصيرة وبس، احنا ولفنا ما بين الاسطر القصيرة وما بين الكروشيه العادي، الاسطر القصيرة اللي بتشبه غرز التريكو. الجيبة حلوة قوي او السكرت دي جميلة جدا، هشرحها لك ازاي تعمليها لكل المقاسات، كمان هشرح لك فيها بعض الحاجات كتير الفنيات جوه الفيديو. اسمعي الفيديو هتلاقي فيه فنيات كتير، هتلاقي فيه معالجات لمشاكل بتقابلنا في الشغل انا سايباها ومعالجاها قدامك، وقايله لك ازاي لو انت قابلتك المشاكل دي تعالجيها. زي ما انت شايفه ده خط الظهر، بصي انا هوريه لك اهو من الظهر من هنا اهو، بصي مش باين ابدا ان احنا ده الوصله بتاعتنا هنا، طبعا انا ما كوتهاش لسه زي ما انت شايفه. برضو في الفيديو هيقابلنا مشكله في العدد وتوزيع العدد، هقول لك ازاي تتصرفي في العدد وازاي يعني ما يكونش عندك مشكله لو العدد فرق معاكي شويه، تمام، في غرزة أو غرزتين زيادة ما تفكيش، ظبطي العدد بتاعك. وزي ما انت شايفة بصي أنا بوريها لك من البداية إن ما فيش أي حاجة هنا، بل بالعكس إحنا هنا قابلنا في الجزء ده قابلنا مشكلة، تمام، وأنا عالجتها معاكي في قلب الفيديو. وده المهم عندي إن أنا بوريكي التقنيات إزاي إن انت تعالجي أي مشكلة تقابلك في الكروشيه. كلنا بيقابلنا مشاكل وبيقابلنا حاجات في شغلنا بنبقى ساعات مش عارفين نحلها إزاي، أنا بحل معاكي كل الحاجات دي وبسيبها عشان اخواتنا المبتدئين، هي دي الحرفيه وهو ده منطوق الشغل اللي المفروض المدرب يعمله، مش مجرد ان انا بعمل قدامي غرزه وبس، لا انا بعمل قدامي غرزه بحل لك مشاكل في الكروشيه، بقول لك تقنيه جديده، بعلمك ازاي تصممي، يعني انا اهو انا اخترت غرز ولفتها مع بعض، عملت شغل جميل، اتمنى انه يعجبكم، ما تنسوش تقولوا لي رايكم في التعليقات وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس، ويلا بينا نشوف هنعمل ايه ونشوف خامتنا ونشوف شغلنا. بالنسبة للخامات اللي انا اشتغلت بيها، انا اشتغلت بخيط اليزي بيركم كلاسيك واليزي بيركم كلاسيك بس باتك، باتك اللي هو جنجو، اشتغلت خليط ما بين اللونين دول، واللي عايز درجة دي طبعا درجة السكري اهو، الدرجات اللي انت اللي عايز ياخد ارقام الدرجات ممكن يعمل سكرين، استني هشوف لك فين الدرجة اهو، الدرجة بتبقى هنا، خدي سكرين، وبرده الدرجه الثانيه هنا عشان في ناس بتسالني على الدرجات، ادي الدرجات اهو، خد سكرين الارقام الدرجات، دي الدرجات اللي انا اشتغلت بيها. بالنسبه للمقاس من سنه ونص لسنتين، انا خدت من الخيط ده شله، اتبقى منها الحبه دول، يعني دي شله اللي الشغل ده خد شله اتبقى منهم الحبه دول، وبالنسبه للخيط ده تمام خدت حوالي 3 ارباع شله، لان باقي معايا او نص شله، يعني مقرب على نص شله، لان ده اتبقى من الشله اللي انا اشتغلت منها هنا. اذا هي كلها على بعضها ممكن تاخد شله ونص، لو من سنه ونص، سنه، سنه ونص، سنه وثلاث شهور، هتاخد معاكي حوالي شله ونص من الخيط ده، شله من ده ونص شله من ده. وطبعا كل ما تكبري كل ما هتزودي الخيوط بتاعتك. الابره اللي انا استخدمتها استخدمت ابره رقم 4.5، تقدري تستخدمي ابره رقم 5 للخيط ده لو انت عايزه تستخدمي ابره اكبر شويه، بس انا حسيت ان ابره رقم 4.5 ادتني النتيجه المرضيه اللي انا حباها، تمام. اتمنى ان الشغل يعجبكم، ويلا بينا نبدا على بركه الله. هنبدا باللون الفاتح، هبدا اعمل حلقه البدايه، وهنشتغل طول الجيبة او السكرت اللي احنا هنعمل لها الجيبة ناقص 5 سنتي، يعني انا هعمل مقاس سنة، مقاس سنة طول الجيبة 24، فانا هشتغل مثلا نقول سي 20 سنتي، فانا هشتغل سلاسل كده من غير عدد، انا مش هيهمني اي عدد، تمام، هفضل اشتغل كده لحد ما اوصل لحوالي 20 سنتي، وازود كام سلسلة عشان انا مش باخد المقاس بتاعي من سطر السلاسل، باخد المقاس من بعد السطر الاول، وانا بشتغل السطر الاول ابدا اقيس، فعشان كده بزود في السلاسل شويه، وعشان نتفادى موضوع ان احنا نفك ونقول المقاس مش مظبوط، هفضل اشتغل كده لحد ما اوصل للمقاس اللي انا عايزاه زي ما قلت لك، واجيب المتر كده، تمام، واشوف، يعني انا هفترض مثلا بعمل قلت لك انا لمقاس سنه، مقاس سنه احنا المفروض نعمل 20 سنتي اهو، بس انا هزود لي حوالي مثلا 7 8 غرز عشان
زي ما قلت لك السلسله مش مقاس مظبوط، لان في ناس بصوا بتقيس السلسله براحتها، وفي ناس بتمطها جامد، في ناس بتشتغل بابره اكبر. فانت زودي كام سلسله، تمام اهو انا زودتهم بتاع 5 سنتي لو قسناهم، تمام اهو هتلاقيهم كام تقريبا الايه 22 او 23 او 24. وبعد كده اشتغل السطر الاول واشتغل على قد ما انا عايزه، والسلاسل الزياده ابدا افكها من البدايه. ده كده سطر السلاسل بالنسبه لاي مقاس. هلف الخيط على الابره، هسيب الغرزه الاولى واروح للغرزه الثانيه. كده معايا 3 حلقات. بصي انا هعمل ايه، همسك بايدي كده هعمل الغرزه الثانيه كده زقها عشان اسحب الثالثه من خلال الاولى والثانيه. واخواتي المبتدئين هاتي ماركر حطيه في الغرزه الاولى عشان ما تتوهش منك، اتفقنا؟ هلف في الخيط هدخل في الغرزه الثانيه، كده معايا 3 حلقات. هعمل نص عمود القصير، ان انا ايه بصي شايفه انا اصل لو سبتها وسحبت كده ممكن ما تظبطش معايا، فعشان كده انا بعمل الحركه اللي انا بقول لك عليها دي، شايفه عملتها بايدي وبعدين اسحب التالتة من خلال الاتنين. نكرر تاني اهو، هسحب الحلقة من خلال الغرزتين. ده كده السطر الاول، اهو بدخل من الحلقة معايا 3، شايفة انا بعملها زي اهو، هسحبها عشان تبقى سهلة عليكي في الخروج، لان الغرز دي من الغرز المتعبه شويه في خروجها من السلسلتين. ليه؟ اصل انت لما بتعملي نص عمود بتعملي كده وبعدين تبداي تلفي عشان تاخديهم بتبقى اسهل عليكي، فانت هنا لا انت بتاخدي الايه التالته، فعشان كده هي بتبقى صعبه شويه في الخروج، فعشان كده قلت لك ايه امسكي بالشكل ده. هتكملي السطر كله كده وبعدين تقيسي طول الجيبه اللي انت عايزاها من السطر الايه الاول. السطر الاول هو اللي هيحكم لي الطول اللي انا عايزاه. انا بالنسبه لي هعمل طول 20 سنتي، وزي ما قلت لك لما يتبقى معايا سلاسل زياده في الاخر ابقى افكها. طبعا انا مجهزه هنا الجزء الاولاني اهو، انا عملت الجزء الاولاني، تعالي نقيسه كده. هنقيس من سطر السلسله هنشوف احنا وصلنا ل 20 ولا اكتر. اه انا بالنسبه لي بصوا شايفين 20 سنتي اهو اهو، بالنسبه لي كده حلو. وزي ما قلت لك لو عندك سلاسل زياده فكيها. بعد ما تخلصي السطر الاول وظبطتي المقاس بتاعك الطول بتاعك، هترتفعي غرزه، ودايما الغرزه مش معاكي في العدد، هتلفي الشغل. الغرزه اللي اتفقناها ما لناش دعوه بيها، هلف الخيط على الابره. الغرزه الاولى ليها كام؟ 2 حرف. ادي حرف التاني، هدخل في الحرف الخلفي هسحب الغرزة بتاعتي، ونفس ما عملت السطر الاول بالظبط، هو هنا الخيط مفتل فعشان كده ايه لازم ايه احبك عليه كده عشان اعرف اسحبه. هلف الخيط واروح للغرزة التانية من الحرف الخلفي زي ما انت شايفة. بص انا عملت ايه اهي، سهلة الخروج عليا اهي، برضو من الحرف الخلفي معايا 3 حلقات. شايفة انا ايه هركنها كده الغرزة التانية عشان اعرف اعدي بالتالتة من خلال الغرزتين. وهم حاجة لما تطلعي بالحلقة بتاعتك لا اللي طلعتي منها تكون مفتلة ولا اللي معاكي على الابرة تكون مفتلة، مهم جدا، لان احنا هنشتغل غرزة من الحرف الخلفي فلازم تكون مظبوطة. لما بناخد من الغرزتين نفسهم بتبقى ساعات بتتدارى، اما من الحرف الخلفي لا، لازم تكوني متأكدة ان انت سحب الخيط بطريقة صحيحة، تمام اهو من الحرف الخلفي تمام، بنسحب من الحرف الخلفي وبنسحب التالتة من خلال الاتنين. انا بشتغل ببطء وموضحة على الشاشة. هنكمل السطر كله كده من الحرف الخلفي نص عمود
قصير. تمام، هكمل السطر لحد الاخر. خلصت السطر كله، وهنا عند الغرزة الاخيرة اهي هندخل من الحرف الخلفي برضو، وبعد كده زي ما احنا بنعمل بنزق الغرزة التانية ونسحب التالتة من خلال الغرزتين. هجيب الخيط الجانجو او الخيط، لو انت هتعمليه سادة هاتي الخيط اللي انت عايزاه، يعني انت ممكن تجيبي سادة تعملي سادة مع سادة. تمام، انا هسحب الخيط اهوت بدايته، هسيب مسافة اشطب منها، وبعدين هسحب الخيط، هرفع خيط البداية هحبك عليه غرزة، ودي غرزة الارتفاع ماشي، والخيط الايه اللي هو ده هشده كده، الغرزة ارتفعتها مش معايا في العدد، والخيط ده هلف اخده معايا في الشغل، هلف الخيط على الابرة، هاجي برضو زي ما عملت ده من الغرزة الخلفية برضو هنا هشتغل من الغرزة الخلفية، واخد خيط البداية اشتغل عليه. معايا 3 حلقات، هخرج الغرزة التالتة من خلال الاتنين، هلف الخيط وادخل في الغرزة الخلفية، الغرزة التالتة هخرجها من خلال الغرزتين. نكرر شغلنا، هندخل في الغرزة اللي بعدها من الحرف الخلفي، واسحب الغرزة التالتة من خلال الغرزتين، نفس الكلام، وكمان انا واخده خيط البداية اشتغل عليه، وقبل ما امشي شوية كده اروح شد خيط البداية اظبطه، عشان اظبط هنا ما يكونش هنا لا زايد ولا ده في تزايد ولا في اي حاجة اهو. انا بصوا هشده ازاي، شايفين شايفين انا شدته ازاي، ظبطت هنا، اكمل عليه شغل عشان اشطبه. اهم حاجة الغرزة اللي على الابرة لازم تكون مشدودة مش مهوية، لان الغرزة هي اللي بتعمل لي الغرزة اللي انا بشتغل في دي، مش كده، الغرزة اللي على الابرة هي اللي هتعمل دي، فعشان كده لازم تكون مظبوطة. انا بقول لك كل الفنيات اللي في الغرزة دي عشان تطلع لك الغرزة حلوة. هسحب الغرزة التالتة من خلال الغرزتين، اهم حاجة الغرز ما تفتلش منك وانت بتسحبيها. تمام، نفس النمط اللي انت شايفاه هفضل اشتغل كده، بس مش السطر بقى كله. تمام، بنفس النمط هنشتغل يما لحد انا اشوف انا عايز اعمل البليسي بتاع او القمر بتاع الجيبة قد ايه. مثلا القمر عايز اعمله 5 سنتي، 6 سنتي، 4 سنتي، حسب ما انا عايزة، فافضل اشتغل هنا لحد الطول اللي انا عايزاه. شفت انا سايبالك الخيارات ازاي، يبقى الجنجا دوت او اللون التاني ده هتشتغليه لحد قبل بداية القمر، يبقى احنا هنا بداية ده كده مثلا طول القمر، ولسي مثلا انا هاخده كام، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 غرز او 8 غرز، 7 غرز، حسب ما انت عايزة طول البليسيه بتاع الجيبة. خلصت الشغل بتاعي وسبت القمر هنا، انا سبت كام غرزة، 1 2 3 4 5 6 7 8. تمام، دول البليسيه اللي هعملهم بليسيه، هرتفع غرزة ومش معايا في العدد، وهلف الشغل عشان ارجع، هلف الخيط، دي غرزة الارتفاع ماليش دعوة بيها، هروح للغرزة التانية اللي هي قصدي السلسال التاني، السلسال التاني هو الغرزة الاولى من الحرف الخلفي، هشتغل بنفس النمط، هعمل عمود نص عمود قصير، هلف الخيط، هروح للغرزة التانية، معايا 3 حلقات، هسحب الغرزة التالتة من خلال الاثنين، واتاكد. بصي شايفه انا حسيت انها ايه، مش بصي مفتله، فانا هرجع ايه اشتغلها تاني عشان وانا جايه السطر اللي جاي ما تضايقنيش اهو. ممكن كنت تشتغلي الخيط ده بابره اكبر شويه، رقم 5، شايفين اهو، من الحرف الخلفي
بنعمل نص عمود قصير، ان انا بسحب الغرزة الثالثة بدخل في الحرف الخلفي واسحب الثالثة من خلال الاثنين. اتفقنا كده؟ هتخلص السطر كده لحد الاخر وتعالي نخلص سوا مع بعض شغلنا. خلصت سطر رجوع وهنعمل اخر غرزة سوا مع بعض. تمام، هجيب الخيط ده قدام كده قدامي كده وامسكه، واجيب الخيط التاني ارفعه على قد المسافة دي على قد السطرين، هعمل هطلع من الحلقة وبعدين اعمل غرزة، وبعدين امسك الخيط ده اشد عليه جامد كده عشان غرزته الاخيرة ما تبانش، واسيب الخيط الملون. دلوقتي هلف الشغل، والغرزة الارتفاع قلنا دايما مش معانا في العدد، هلف الخيط على الابرة واروح للغرزة الاولى في الحرف الخلفي زي ما احنا بنشتغل، هسحب التالتة من خلال الاتنين، نمط الغرزة مش بتغير، بلف الخيط على الابرة وادخل في الحرف الخلفي للغرزة اسحب الخيط، وبعد كده اسحب الغرزة التالتة من خلال الغرزتين. شايفين انا بحاول، لازم لو فتلت مني لازم انا افكها تاني، انا بأكد تاني على الغرزة دي كده، هي جمالها في كده، جمالها ان تبقى الغرز مظبوطة، والغرزة اللي على الابرة الحلقة اللي على الابرة لازم تكون محبوكة، عشان بصي كده معايا هي اللي هتعمل لي حرف السلسال اللي انا هشتغل فيه السطر. بصي اهي شايفاه اللي كانت على الابرة اللي هي الاخيرة اهي حرف السلسال، عشان كده لازم اطلع مفيش تفتيلة، انا فتلت برضو هرجع تاني اعيدها تاني اهو، اهي اللي كانت على الابرة شايفين هي اللي عملت معايا الايه السلسلة اللي هشتغل فيه السطر الجاي، عشان كده اللي على الابرة لازم تكون محبوكة. تمام، انا بأكد تاني على الغرزة اهو، الغرزة مغيرناش فيها حاجة وبنشتغل من الحرف الخلفي. هتخلصي كده لحد اخر السطر الملون وتعالي نشوف هنعمل ايه بعد كده. خلصت السطر وفاضل لي اخر غرزة، هنا هلف الخيط وهاخد اخر غرزة برضو هشتغلها عادي، دلوقتي انا عايزة انزل اتخطى السطرين اللي انا عملتهم باللون الملون وانزل اشتغل على القفايد ده، هعمل ايه؟ مش انا الغرزة الاخيرة خدت منها حرف، فاضل لها هنا ايه حرف اهو شايفينه، مش هي السلسال لها فوق حرفين، فانا هدخل في الحرف. طيب مش انا كنت بعمل الغرزة بلف الخيط، فانا فعلا هلف الخيط، بص هلفه ازاي، هلفه جنب القفايد جنب القفايد وارجعه ورا كده تاني، انا دخلت الغرزة الاخيرة دخلت في الحرف الخلفي، الحرف الامامي دخلت فيه، هجيب الخيط هرصه كده شايفين اهو مكانه فين، وارجعه ورا وبايدي حافظ عليه كده. احنا كنا اشتغلنا في الملون اخر غرزة، هنا الغرزة اللي بعدها فين اهي، اشتغل في الغرزة اللي بعدها على طول كأني كنت هكمل كده، معايا اربعة اللي هم التلاتة القفايت وواحدة ملونة اللي انا الحرف الامامي اللي دخلت فيه، هسحب الغرزة الاخيرة من خلالهم شايفين اهو، انا هسحبها من خلالهم. وبعدين نشتغل على السطر عادي زي ما احنا بنشتغل من الغرزة الخلفية، بنعمل نص عمود قصير بنفس الطريقة، الجزء ده تقدري تعمليه اي عدد غرز انت عايزاه، شايفة دي لازم تكون محبوك اهو، انا حبكتها اهي عشان هي اللي بدخل فيها الغرز بتاعتي خلفيه، لازم تكون محبوكه شكلها ايه مظبوط، عشان لو عملتها واسعه السطر اللي جاي هتتعبني. الغرزه اللي قبل الاخيره وبعدين الغرزه الايه الاخيره برضو في الحرف الخلفي.
ده ديل الجيبة وده الكمر فوق، عشان كده لو قلتلك المساحة دي زي ما انت عايزة. بترتفع غرزة ومش معاكي دايما في العدد، يبقى انا عندي ايه؟ بص السلسال ده بتاع غرزة الارتفاع، هروح للسلسال التاني اللي هو بتاع الغرزة الاولى، هلف الخيط ومن الحرف الخلفي هشغل الغرزة بتاعتي العادية. احنا الغرزة حفظناها، عايزين بس نعرف تكتيك الشغل، هو ده المهم. اشتغل على الكمر كله من الحرف الخلفي ايا كان العدد بتاعي. بعد كده هروح في الجزء اللي انا اشتغلته هنا برضو من الحرف الخلفي، كأني متغطية الطرف مش شايفة اللون الملون او الخيط الملون، من الحرف الخلفي للأوف وايت. تمام، بكمل السطر كله بقى كده اوف وايت لحد الاخر. طبعا ده وش الشغل، هتكملي لحد الاخر وتعالي نشوف هنعمل ايه تاني. خلصت السطر التاني في اللون الاوف وايت او اللون السادة، ودي الغرزة الاخيرة. تمام، بسحب الغرزة من خلال الغرزتين. خلاص هجيب الخيط الاوف وايت كده، همسكه كده بايدي واروح ماسكه الخيط الملون او الدرجه الثانيه، هعمل غرزه وبعدين غرزه. اهم حاجه عندي ان الخط ده الفتله اللي انا سايباها دي تكون قد دول، ما تكشكشيهاش. وبعدين تمسكي الخيط اللي هو الاوفايت الساده تشدي عشان تقفلي على الغرزه اللي انا قفلت عليها دي عشان ما تبانش معانا، وتسيبي الخيط الاوفايت. دلوقتي الغرزه الارتفاع قلنا دايما مش معانا في العدد، هلف الخيط وهروح للغرزه الاولى من الحرف الخلفي، اعمل غرزة نص عمود قصير من الحرف الخلفي. تمام، هنكمل شغل كده بالشكل ده، من الحرف الخلفي نص عمود قصير لحد ما نعمل نفس عدد الغرز بتاعت المرة اللي فاتت. تمام، هشتغل يا مال لحد فين نفس عدد الغرز، بحيث ان انا اسيب من الاخر. لو انا اشوف انا سايبه القمر 8 يبقى لازم دايما اسيب 8 واوصل للغرزة الايه الاخيرة هنا. وتعالي نشوف برضو هنعمل ايه. خلصت نفس العدد ايا كان العدد، انا مش عايزه اقول عدد، قلت له اللي انا عايزاه، وسبت من الاخر نفس عدد البليسي اللي انا بالبليسي بتاعي كام 8، فسبت دي 1 2 3 4 5 6 7 8. هرتفع غرزه وقلنا دايما مش معانا في العدد، والف الشغل وهكرر نفس اللي عملته المره اللي فاتت. طبعا الحلقه الاولى مش بتاعتنا دي الارتفاع، هروح للحلقه الثانيه بتاعت العمود او نص عمود الايه الاول. هلف الخيط على الابره واروح من الحرف الخلفي، برضو هنعمل نص عمود قصير كده. احنا بنرجع بالخط بتاعنا، تمام، هكمل السطر كده لحد الاخر. خلصنا السطر التاني في السطر الملون، ودي اخر غرزة. تمام، هسحب الخيط معايا تلاتة، بنسحب الايه التالتة من خلال الاتنين. هجيب الخيط ده، بص شايفه انا هجيبه تحت ايدي اهو، واروح مطلع اللون الاوف وايت، هعمل بيه غرزة ارتفاع. سحبت قلنا على قد الشغل بتاعنا، وبعدين امسك الخيط ده، بص شايفه الغرزة الواسعة دي، اقفل عليها كده. تمام، وعملنا غرزة الارتفاع وقلنا مش معانا في العدد. هنلف الشغل ونكرر تاني نفس السطر ده، هروح في الغرزة الاولى اعمل نص عمود قصير من الحلقة الخلفية، تمام، تمام كده.
هتكملي لحد الاخر هنا، وتعالي نعمل نفس الموضوع تاني عشان اكد لك المعلومه وتشوفي الشكل عامل ازاي. وصلنا لحد الغرزه اللي قبل الاخيره، وتعالي نعمل الغرزه الاخيره اهي، هسحبها برضو عادي. دلوقتي احنا قلنا عايزين ننزل نشتغل على اللون ده، وعايزه اتخطى دول، بعمل ايه؟ الحلقه الاخيره احنا قلنا اشتغلنا في الايه، الغرزه الاخيره اشتغلنا في الحلقه الخلفيه، فاضل لها الحلقه الايه الاماميه اهي، هدخل فيها كده. شايفين انا دخلت ازاي؟ هجيب الخيط هحطه في النص في المسافه ما بين الاثنين، وارجع الخيط ورا. وبعدين الغرزه اللي عليها الدور في الشغل هنا مين؟ احنا دي اخر غرزه اشتغلناها، اروح في الغرزه الايه اللي بعدها على طول من الحلقه الخلفيه. الحلقه اللي انا سحبتها دي اسحبها من خلال، شايفين الشغل كله، وبعدين اكمل شغلي عادي اهو من الحلقه الخلفيه. اعمل البليسيه بتاعي اللي انا اخترت ان ده طوله 8 غرز، انت عايزه طوله اطول شويه كان ممكن تعملي طوله 10، انت حره. بسحب التالتة من خلال الاتنين، ودي الغرزة الأخيرة، فتلت مني نشيلها. قلنا بنرتفع غرزة ومش معانا في العدد، بقى شايفه الغرزه عملت لي حلقه ماليش دعوه بيها، انا بروح للحلقه الثانيه اللي هي تعتبر العمود الاول، هلف الخيط واروح له العمود من الحلقه الخلفيه، اكرر شغلي اثنين كده، الغرزه الثالثه، انا بالنسبه لي الرابعه، الخامسه، الستة، وكام كده تاني عندهم؟ 1 2 3 4 5 6 كده، الغرزة السابعة، وبعدين الغرزة الثامنة اهي، تمام. واكمل بقية الشغل عادي على اللون الاوف وايت، كأني انا مش شايفة اللون اللي هو جنجار. احنا هنا خلي بالكم على ظهر الشغل، تمام، بتعرفيه منين؟ بتعرفيه من الحقيقة من الحاجة الشكل ده، اما وش الشغل اهو، تمام. هتخلصي بقى كده بالشكل ده وبالنمط ده، هتفضلي تشتغلي كده لحد ما توصلي في الكمر لمقاس الوسط بتاعك. شوفي البنوتة اللي انت بتعملي لها الجيبة بتاعتها او السكرت مقاس وسطها كام، اعمليه اقل من الوسط حوالي نقول 5 سنتي، يعني مثلا لو مقاسها مثلا 45 اعمليه 40 او 41، المهم ان انت تعملي اقل من الوسط اللي انت بتعملي لها. خلصي كده بقى وتعالي نقفلها ونبدا نعمل حرف الجيبه، حرف حلو قوي. خلصت الجيبه بتاعتي، وزي ما انتم شايفين بصوا الجمال وجمال الالوان وتدرج الالوان عامل ازاي. ايه المعيار اللي انا اشتغلت عليه؟ طبعا احنا بنشتغل اسطر كده رايح جاي رايح جاي. مقاس القمر، مقاس القمر هتشوفي اللي انت بتعملي لها الجيبه، طبعا احنا عملنا هنا الطول بتاعنا ناقص حسب الكنار اللي انت هتعمليه، لو الكنار مثلا بمقداره كده زي ما انت بتبقي مثلا مقدراه كده حوالي 5 سنتي، فبتعملي طول الجيبه ناقص 5 سنتي، ده بالنسبه للايه؟ للقمر، او طول الجيبه ناقص 8 سنتي مقدار الكنار اللي احنا هنعمله، تمام؟ بتفضلي تشتغلي اسطر اسطر كده لحد ما توصلي بالقمر ده لمقاس دوران الوسط ناقص 5 سنتي، يعني انا دوران الوسط للبنوته اللي انا بعملها. بالنسبه للبنوته مقاس سنه، مقاس سنه مقاس الوسط عندها 52، 52 لما نقص منهم 5 هيديني انش الاثنين، يبقى كده 47، 47 على الاثنين يعني حوالي 23 سنتي ونص لو احنا قسمناه على اثنين كده، زي ما انت شايفه كده فضلت اشتغل لحد ما وصلت لايه؟ حوالي 23 سنتي. بصي كده بالنسبه لي كده المقاس معقول، تمام؟ يعني المقاس كده بالنسبه لي حلو قوي اللي بالنسبه للبنوته مقاس سنه. نبدا نقفل، فضلت خلصت كده لحد ما وصلت
للسطر الأخير إن أنا عملت آخر سطر أبيض وسطر واحد فقط. هبدأ بعد كده هشيل بس الإبرة من هنا وهاجي في غرزة البداية من هنا، هدخل كده واسحب حلقة البداية بتاعتي اهي. انا مش هشطب فتلة البداية، انا وانا بشتغل لوحدي باخد دقيقة اشطبها معايا، بس عشان انت ما تتلخبطيش انا مش هشطبها بقى، انا هعملها انا بالنسبة لي بإبرة. هاجي هنا الحرف الخلفي هنا في الغرزة الأولى اهي، وهدخل تاني في الغرزة الأولى معايا ثلاث حلقات على الإبرة، هسحبهم منزلقة. وانت بتسحبي المنزلقة ما تشدهاش، عشان لما بتشد المنزلقة الخط ده هيبقى معاكي مكشكش، احنا عايزين المنزلقة هنا مريحة. هدخل في الحرف الخلفي الغرزة التانية، وهدخل هنا في الحرف العادي، هنا دي عندها حرف واحد، هدخل فيه كده اهو، اسحب اسحب كل المنزلقات، خلي المنزلقة مريحة. هدخل في الغرزة اللي بعدها والغرزة اللي بعدها اللي على الدور، واسحب كله منزلقات. كل الشغل بتاعي على مدار السطر كله هعمله بالشكل ده، بقفل بغرزة منزلقة كل غرزة قصاد أختها، اتفقنا؟ هكمل السطر كله للاخر بالشكل ده. تعالي نشوف الشكل بتاعنا، بص الشكل بتاعنا اهو، بصي هنا دي شايفه جايه نازله ازاي، برضه اهو شايفه جايه نازله ازاي زيها، كان هيبان هنا كان انا ما شطبتش. هتكملي الشغل بتاعك لحد الاخر بالشكل ده. طبعا انت هنا عندك ايه في الخط الواحد، عندك غرزه ايه خلفيه اهي، تمام، هتعملها قصاد الغرز اللي هنا. انهي السطر وتعالي بقى نبدا الكنار بتاعنا. خلصت ودي اخر غرزه، تمام، هعمل غرزة عشان اقفل على الشغل. ده كده الظهر، نقلب الجيبة من على الامام اهو، مكان التقفيل هنا اهو، مكان الفتلة اهي، زي ما انت شايفة، بصي مش باين خالص ان احنا مقفلين هنا، والتقفيل شكله جميل جدا، بحيث لو انت عملتيه مثلا ده الظهر بتاع الجيبة اهو، او لو حتى عملتيه الامام هو مش باين معاكي. ارتفعنا غرزة، هبدأ بقى ان انا اشتغل الكنار بتاعي. بعد ما عملنا غرزة وعلى وش الشغل بقى، هنبدأ نلف هنا داير ما يدور سطر حشو عشان نداري الايه الشغل اللي احنا عاملينه، ونعمل تأسيس الكنار. هنا ارتفعنا غرزة وهنزل في نفس المكان اللي هو بتاع التقفيل، هعمل غرزة حشو، تمام، وهدخل في السطر اللي بعده اعمل غرزة حشو، في اللي بعده هعمل حشو، بعد كده في اللي بعده برضو هعمل حشوة. هنا دول كانوا سطرين، فلما هاجي في بدايته هنا ما بينه وبين الأبيض هعمل حشو، وفي نصه هعمل حشوة، ما اخدش هنا، بصي شايفة دي الفتل الايه اللي هي متعمل، اخد فين؟ اخد تحت هنا حشوة، وبعدين في اخره هنا في الفي دي حشو. يبقى انا ايه على التكرار عملت كام؟ تلاتة. تعالي نعمل تاني على التكرار ده، هعمل ما بينه وما بين اللون التاني حشو، في نصهم هنا حشو، وبعدين في حرف الفي حشو، ادي كده تلاتة. نرجع تاني هنا، هنيجي في التقاطع ما بينه وبين اللون ده نعمل حشو، وبعدين في نصهم شايفة مش هاخد دي، هاخد انزل فين؟ لان دي الوصلات عشان ما تتلخبطيش وتعلقي فيها الحشو، حشو، بعد كده في حرف الفي ده حشو. نكرر تاني، في الوصلة اللي ما بينهم الاتنين هنعمل حشو، هاجي في النص نفسه اعمل حشو، في حرف الفي ده هعمل حشو. اكرر معاكي تكرار كمان، نقطة الايه الوصل ما بين اللونين هنعمل حشو اهي، في نصهم هنعمل حشو، مش هناخد عند الوصلات، هننزل ايه تحت كده حشو، وبعدين في حرف الفي ده هنعمل حشو.
يبقى أنا على التكرار نفسه بعمل 3 غرز حشو. هتخلصي كده داير ما يدور الحشوات بتاعتك، وزي ما انت شايفه شكلها جميل ازاي. وطبعا ما تنسيش ان انا بشتغل من على الوش، اولا بنمهد للكنار، ثانيا بنداري الوصلات اللي احنا عاملينها، لان كان مش معقوله كل سطر هنوصل، تمام؟ فبنداري، وحتى بصوا من الظهر مش باينه خلاص، الوصلات دي مش باينه كمان من الظهر ولا وش. ولو معاكي فتله الايه النهايه ولا اي حاجه، او اشتغلي عليها خلصيها عشان ايه ما نقعدش نوصل فتلات كتير. خلصي الكنار وتعالي نبدا بقى رحله الكنار سوا. ولحد هنا حبايبي هننهي الجزء الاول، عشان الكنار محتاج وقت شوية، ومحتاج ظبط وعدد، ومحتاج طبعا هياخد تقريبا مدة فيديو قد الجزء الاول بالظبط. لحد هنا خلصنا الجزء الاول، ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو اذا عجبكم، وكمان اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس، وقولوا لي كلمة حلوة طيبة. وكل سنة وانتم طيبين، احنا على موسم رمضان، واحنا في طبعا في شعبان، ودخل علينا موسم العيد. كل سنة وانتم طيبين، ويعيد عليكم الايام بخير، والى اللقاء آخر في حلقة قادمة إن شاء الله.